ومن أمستردام ينضم إلينا زيد تيم، أمين سر حركة فتح. أهلا بك سيد زيد. أسعد الله أوقاتك أستاذ الكريم، رحمة الشهداء والحرين الأسرى والشفاء للجرحى، وتحية لكم ولفضائيتكم الكريمة. أشكرك. يعني أكثر من نصف عام على هذا العدوان الغاشم وهذه الإبادة الجماعية وسط صمت دولي ودعم أمريكي مطلق، كيف ترى مستقبل المنطقة في ظل هذا التصعيد وهذا الإصرار على هذه العنصرية وهذه الإبادة؟ أستاذ أحمد، يعني حقيقة اليوم الكثير يتحدث عن ما تقوم به أمريكا من دعم غير مسبوق، وتوج هذا الدعم في قرار مجلس النواب الأمريكي بإعطاء 95 مليون مليار دولار إلى أوكرانيا، وإلى هذا الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرض فلسطين الحبيبة منذ عام 1948، منذ 76 عام. هذا القرار صحيح حقيقة يؤكد الشراكة الغير مسبوقة والواضحة والمسعى الأمريكي الدائم لحماية هذا الكيان، ومن أجل تقديم الذي يترجم بآلاف الضحايا الفلسطينيين بمشاركة حقيقية أمريكية ومن بعض الدول الأوروبية. أنا بعتقد أن الأمر الآن أصبح واضحا، الكل يقول أنه هل هناك اقتحام لرفح أم لم يكن اقتحام لرفح. أنا أعتقد أنه الاقتحام لرفح بدأ منذ فترة قليلة، والدليل على ذلك اليوم الضحايا وطبعا الجثث والإجرام الحقيقي من حرب إبادة حقيقية واكتشاف بعض الجثث بالمستشفيات، ومن خلال هاي الأشياء أكيد واضح جدا أنهم أمس واليوم وأنا أتحدث إليك يضربوا مخيم انصيرات ومحيط رفح وبعض الأماكن ومستشفيات كثيرة في هذه المنطقة، وهذا دليل واضح وأثبت أكثر أستاذ أحمد أنه عندما تم من قبل فلسطين تقديم من قبل الجامعة العربية وتقديم طلب بإصرار بأن يكون هناك لفلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن، صحيح، اتخذت فيتو أمريكا. هذا ماذا يعني؟ ماذا يعني أستاذ أحمد؟ هذا يعني شيئا واحدا، أن أمريكا تدعم هذا الاحتلال ليس دعما بالكلام بل قولا وفعلا، وهي شريك حقيقي في ذبح الشعب الفلسطيني. واليوم يجب علينا أن نتخذ قرارات حقيقة في بشكل واضح وصريح، بحيث أنه يجب علينا أن نتخذ إجراءات في المستقبل القريب ونغير الاستراتيجية من أجل أن يكون لدينا وضوح أكثر مع أشقائنا العرب بأنه أمريكا لم تكن أصلا هي وسيط بل هي شريك أستاذ. نعم، يعني وأنت تنتمي إلى حركة فتح، موقف الفصائل الفلسطينية مما يحدث وضرورة التوحد الفلسطيني في هذا التوقيت تحديدا كيف ترى؟ أستاذ أحمد، الضرورة تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الشعب الفلسطيني اليوم أستاذ أحمد بأمس الحاجة إلى وحدته الوطنية. استمرار العدو في ذبح الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الاحتلال في بهذا العالم بهذه الوقت، من المفروض علينا وضع استراتيجية جديدة وفقا لأجندة فلسطينية وليس وفقا لرؤية ظالمة أمريكية. أنا بقول لك بكل صراحة وحدتنا الوطنية ضرورة، وهذا الدم الفلسطيني الذي يسيل على أرض الضفة الغربية وعلى قطاع غزة الحبيب وفي القدس وتقطيع أوصال الضفة، واليوم أنت تعلم جيدا وأنتم متابعون، وكل الشكر والاحترام لكم أستاذ أحمد على متابعتكم لأنكم شركاء للشعب الفلسطيني ضد الظلم. هناك أمس كان لمدة 50 ساعة هجوم على مخيم نور شمس الذي ارتقى من خلاله 14 شهيد وطول كرم كذلك الأمر. أنا بعتقد هذا شيء على مرأة ومسمع العالم. نحن بنمثل حاجة لوحدتنا الوطنية الفلسطينية، ويجب لا يجب على أحد أن يقف على الإحياد، يجب أن نكون تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بأن يكون لنا صوتا واحدا من أجل تحقيق أمال وطموح الشعب الفلسطيني
بحق تقرير مصير وبناء الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين والقدس عاصمة دولة فلسطين. غير ذلك نحن نكون في متاهة. التجزئة لا تنفع الشعب الفلسطيني أستاذ أحمد، والدم الفلسطيني يجب أن يوحد هذا الشعب. نعم، كيف تابعت إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن فرض عقوبة ضد وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان؟ الآن أمريكا تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان بعد أكثر من نصف عام من المجازر والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة وفي المخيمات، ومن قبل ذلك جرائم ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. نعم، كيف ترى هذه المفارقة في الوقت الذي يقر فيه الكونغرس مساعدات أيضا لإسرائيل؟ أستاذ أحمد، شوف، اليوم يتحدثوا عن كتيبة نكتاع وكأنه هذه الكتيبة الإرهابية هي الوحيدة التي تقوم بالإجرام في الضفة الغربية. وماذا يتحدث الأمريكان عن الأسلحة الأمريكية الذي يقدموها للشعب إلى الجيش الإسرائيلي الإرهابي هذا الذي يقوم بقتل آلاف الفلسطينيين، الذي وصل العدد إلى 34,097 شهيد، وإلى الآن يخرجوا شهداء من نصيرات، و 76,970 جريح، آلاف مؤلفة. عندك أنت أستاذ أحمد كذلك مثل ما تحدثت 9,500 أسير في السجون، بناتهم 80 امرأة و 200 طفل. كذلك إلى الأمر بس من 7 أكتوبر إلى يومنا هذا تم أسر 8,270، منهم 275 امرأة من النساء و 520 من الأطفال. هذا الإرهاب في القانون الدولي أستاذ أحمد شيء مهم. النية في القرار محكمة العدل، محكمة العدل الدولية عندما تحاول أو تقدم قضية على من أجل مناقشتها، هنا يجب أن يكمن هناك النية والفعل. وكذلك أمريكا عندما تتحدث بهذا الأمر لأنها مدانة وهي شريكة، والأسلحة التي تقدم للأمريكان هي من للإسرائيليين، هي من الشعب من أمريكا وبقرارات رسمية من الأمريكان، فهم شركاء هم والبريطانيين. وأنا أعتقد لو كان هناك عدالة في هذا العالم يجب على أمريكا وبريطانيا الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني لما قدموه من إجرام ضد شعبنا الفلسطيني حقيقة بطريقة غير مسبوقة. وأنا أعتقد أنه التاريخ سيحاكم هؤلاء لأنهم شاركوا مشاركة فعلية وليس فقط في الكلام. نعم. ويجب على العالم التحرك بشكل سريع من أجل إعطاء العدالة الكاملة، ويجب على محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية إصدار قرار سريع بالبحث حول المجازر والجرائم التي ارتكبها جيش هذا الجيش الاحتلال الظالم الجاثم، وخصوصا بما يتحدث الآن عن في مستشفى الشفاء ومستشفى وفي نصيرات وفي رفح من إجرام ومجمع ناصر الطبي كذلك، من يعني كثير من المجازر التي ارتكبها هذا الاحتلال الغاشم في هذا الوقت وفي هذا الزمان على مرأى ومسمع العالم. ويجب على هذه المحاكم أن تتحرك من أجل التقصي الحقائق بقرار دولي واضح جدا، ويجب عدم الصمت عن هذا الأمر على الإطلاق. نعم، العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وما قد يعني يظهر في العلن أو يرد به الظهور من حدوث نوع من التوتر بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو، هل هو بالفعل تغير في حقيقة العلاقات بين الدولتين الحليفتين، أم أنه مجرد يعني تصريحات استهلاكية لإلهاء الرأي العام عما يحدث على الأرض، أو لذر رماد في العيون، أو ربما محاولة كسب الشارع الأمريكي؟ أستاذ أحمد، أنا سابقا تحدثت حول هذا الموضوع كثيرا في محطتكم الكريمة، واليوم أقول لك هذا زعل العشاق، هذا كذب ورش الرماد بالعيون. أمريكا لم يكن هناك على الاستراتيجيات أي خلاف بينها وبين هذا الكيان الغاصب الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني على الإطلاق. هناك فقط كما تحدث بايدن أن نتنياهو لا يسمع ويحرجنا، لأن التاريخ سيحاكم
هؤلاء الذين دعموا هذا الاحتلال اولا. ثانيا، لاحظ استاذ احمد ام كم فيتو امريكي اتخذ لحمايه هذا الكيان الغاصب الغاشم، هذا الكيان نسخ كم 4 فيتو اتخذ في محكمه في مجلس الامن الدولي. كذلك الامر حاولوا النقاش وتوزيه البوصله عندما قدمت جنوب افريقيا بانه هذه المحكمه ليست متخصصه بهذه القضايا ويجب الذهاب الى مجلس الامن من اجل ان يكون هناك فيتو ايضا. واخر ما اخر، عندما تم تقديم طلب ضد المانيا كذلك الامر، الالمان حاولوا شرح هذا الموضوع بطريقه نفس السياسي الامريكي، لانه اليوم اكثر دولتين في العالم يصدروا اسلحه الى هذا الكيان الغاصب الجاتم امريكا والمانيا. وانا بعتقد القانون الدولي يجب علينا الضغط على تجفيف هذا الكلام، كما قال جوزيف بوريل، اذا علينا وقف الحرب يجب وقف دعم هذا الكيان بالاسلحه. انا اعتقد باختصار امريكا هي شريكي مباشره مع الاحتلال الصهيوني بحرب الاباده الحقيقيه. ولا هناك اي زعل، على العكس استاذ احمد، هناك احراجات من الاسرائيليين للامريكان ويحاولوا تبرير هذا الاحتلال لا اكثر. طب يعني ذكرت انه اكثر دولتين تدعمان الاحتلال الاسرائيلي بالاسلحه هما امريكا والمانيا، وامريكا مفهوم ما هو المبرر لان اسرائيل تدعم مصالحها في المنطقه، لكن ما هو مبرر دعم المانيا لاسرائيل؟ هل هو محاولة ل يعني مواجهة عقدة الهولوكوست أم أن هناك سبب آخر؟ هناك سبب واحد لا أكثر ولا أقل. الآن هو فعلا كما تحدثت تماما، هو السبب الرئيسي هو عقدة الهولوكوست، ودليل أنه عندما قدمت نيكاراغوا قرارا إلى محكمة العدل الدولية التي تدين بها برلين او المانيا بانها تقدم الاسلحه الى هذا الكيان الغاصب، حاولوا تقديم بعض الاشياء الواهيه والكاذبه طبعا ضد نيكاراغوا بانه هذا الكلام يعني تجني على المانيا، وهذا غير حقيقي. بالارقام المانيا تقدم الاسلحه لتجريبها بالشعب الفلسطيني، وهذا يتناقض مع القانون الدولي. اعتقد انه كذلك الامر ان كثير من المساعدات العسكريه تكاثرت منذ 7 اكتوبر الى اليوم الى هذا الاحتلال، المانيا شريك كذلك بهاي الحرب الاباديه الحقيقيه ضد الشعب الفلسطيني. واستاذ احمد باختصار، واهم من يعتقد بانه الشعب الفلسطيني سيركع الى هذا الاحتلال الغاصب، على العكس نحن اصحاب قضيه واضحه، اصحاب قضيه محقه، اصحاب لن يرضى الشعب الفلسطيني بحل امني، ولا يمكن ان يقبل الشعب الفلسطيني الا بكنس هذا الاحتلال عن ارضنا الفلسطينيه بعوده اللاجئين واقرار الحق الفلسطيني لدولتنا الفلسطينيه المستقله وعاصمتها. نعم، شكرا لك السيد زيد تيم، امين سر حركه فتحه.